بدأت الحكومة اللبنانية بناء جدار أسمنتي حول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. الجدار تركز على طول الجهة الغربية من المخيم، ويتراوح ارتفاعه من 5 إلى 6 أمتار، وتقام عليه أبراج مراقبة. السلطات اللبنانية بررت بناء هذا الجدار بأسباب أمنية، في المقابل رفضه الفلسطينيون معتبرين أنه خطوة عنصرية تجاههم هدفها عزل المخيم. ومن تبعات القرار اليوم استقالة اللواء منير المقتح. لم تكد الخطة الأمنية التي خرج بها اجتماع الفصائل الأمنية تبصر النور حتى وئدت في مهدها باستقالة اللواء منير المقتح. المخطط المقدم إلى الدولة اللبنانية كان يقضي بإعادة هيكلة القوة ومنحها سلطات أكبر في محاولة لإعادة الإمساك بأمن مخيم عين الحلوة ووقف العمل بالجدار العازل. قبل تقديم المذكرة نعيد تأهيل وترتيب القوة الأمنية، ثم هل تعطى صلاحية لقائد القوة الأمنية يحرك دورية بشكل سريع إذا حصل أي مشكلة؟ فقالوا لا، إحنا بنكون موجودين بأي حدث مع قائد القوة الأمنية. اليوم القوة الأمنية ممثلة ب 16 فصيلة اسمها لجنة أمنية عليا. اليوم إذا بدك تحرك دورية بالمخيم بحاجة ليقعدوا 16، إذا فصيلة تحفظ بكاش تحرك دورية. واللقاءات اللي بتصير مع بعض الفصائل برا، تحميل المسؤوليات بتصير لفتح، في سياسة لا مبالاة. وأحيانا لما بصير أي اشتباك بين فتح أو أي مجموعة، تجد من يمر ذخيري هنا وذخيري هناك من شركائك. أسباب الاستقالة باتت واضحة والحل بين خيارين. كل طموحنا العمل المشترك يظل مستمر، لكن تكون على أسس علمية القوة الأمنية بقائد وعلاقته مع القوة السياسية، وعدم التدخل بشؤون القوة الأمنية من أي فصيل، وأن تكون جدية والموقف واضح وصريح من الفصائل الفلسطينية برفع غطاء عن أي شخص بيسيء لأمن المخيم أو أمن الجوار. طبعا لدينا القوة كفتح، وأنا عندي قوة ما تسمح للمخيم يروح للهاوي لا داخليا ولا مع الجوار. كنا بنعطي إنذار أي شخص بيبقى موجود حتتحمل مسؤولية وحيتم اعتقاله وتسليمه للدولة، وإذا بده يحمي بأي مكان حيتم تدمير هذا المكان حتى لا يؤخذ المخيم رهيني كما أخذ بالبارد. أمام هذا الواقع ماذا يقول أبناء المخيم؟ بصراحة قبل القوة الأمنية كان المخيم ألف نعمة، والحمد لله كان مستقب، بس كان في كفاح مسلح قوي. هذا الشيء بيخوف طبعا، والناس كلها بحالة ترقب يعني. أكيد راح يتبطل الوضع، أكيد أكيد القوة الأمنية ضمانة. لا لازم يكون في قوة تضبط الوضع، لأنه عم يصير مشاكل كثيرة، عم يصير قصص. التغييرات داخل مخيمات لبنان وبحسب التجربة تؤكد أن لا تغيير سلمي، وأن توازن القوى هو ميزان حساس جدا، إذ إن خروج اللاعب الأقوى سيترك المخيم في مهب المجهول. حسان الرفاعي، قناة الجديد.